القلوب قلبي إليك أميل، فلا تدع قلبي عن هواك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم حلقة جديدة من قلب جديد. إن شاء الله هيكون معادنا من المرة دي، في المرات الجاية إن شاء الله هيكون معادنا الساعة 9:30 بدل 9:15، علشان طبعا التعديل المواعيد، وعلشان كمان صلاة العشاء، فما ينفعش إن احنا نبقى يعني عندنا دروب في الوقت. فان شاء الله هيكون من النهارده ميعادنا الساعه 9:30. المره اللي فاتت احنا كنا بنتكلم على مقاييس القلب المؤمن، اتكلمنا فيها على بعض النقاط، اتكلمنا فيها على يعني نعمل مراجعه سريعه جدا، اتكلمنا فيها على ان من علامات او من مقياس ان القلب يكون مؤمن ان القلب يقدم ما يحبه الله عز وجل على ما يحبه النفس، على ما تحبه النفس، ان انا اقدم ما يحبه الله من طاعه من عباده على هوى النفس. الأمر الثاني إن الأفعال بتكون دليل على صدق القول، يعني ما ينفعش إن أنا أكون بقول كلام حلو أوي 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 ولكن مش بصلي، أو بدعي الإيمان وحب ربنا سبحانه وتعالى ولكن مش بقرأ القرآن أو مش بذكر الله سبحانه وتعالى. فقلنا إن لازم يكون الإيمان من دلائله إن ما وقر في القلب وصدقه العمل، أي اللي أنا بقوله يصدقه ما أفعله بالجوارح بتاعتي. كمان ان ذكر الله سبحانه وتعالى من مقاييس الايمان اللي بتدل على ان الانسان بيحب ربنا سبحانه وتعالى. طيب دي كانت بعض المقاييس اللي تعرضنا ليها، وكمان اتعرضنا لموضوع زي الصحبه، اهميه الصحبه، الصحبه المؤمنه لا تصاحب الا مؤمنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الصحبه المؤمنه لها اثر قوي جدا 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 في علو الإيمان في القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني المرء على دين صحبه. طيب من ضمن الحاجات اللي احنا وقفنا عنها ان احنا وقفنا عند مقاييس القلب المؤمن الصحبة المؤمنة. خليني أسأل سؤال، لازم نعرف مين هم أصحابنا؟ لازم نقسمهم، مين الأصحاب المحبطين؟ مين الاصحاب اللي اصحاب مشاكل بيعملوا لي دايما مشكلات؟ مين الاصحاب المهتمين بيا بمشروعي بافكاري؟ مين هم الاصحاب المحفزين؟ مين هم الاصحاب اللي احنا بنسميهم يعني غافلين او بيضيعوني معاهم؟ لازم اصنف اصحابي على 5 انواع وابدا احط تحت كل نوع القايمه فلان وفلان وفلان، ده مهتم وده محبط وده مش عارف ايه. لازم احط النقاط دي في وضوح شديد. بعد ما اعمل كده ابدا اسال نفسي 3 اسئله، وده الكلام ده بنعمله في الدورات التدريبيه في علوم القياده تحديدا. ان طيب ايه الداعي ان انا استمر مع الاشخاص دول؟ ان انا استفدت منهم 1 2 3 4، بيساعدوني، بيشجعوني، بتعلم منهم، بينصحوني نصيحه فيها اخلاص لله سبحانه وتعالى، ابدا اشوف ايه اسباب استمراري معاهم. الحاجه الثانيه، طب لو انا هبعد عنهم سواء هبعد كليا او جزئيا، هبعد ازاي؟ وليه هبعد عن فلان وفلان او فلانه وفلانه تحديدا؟ الحاجه الثالثه والاخيره، ايه الاهداف المشتركه اللي بتجمعني مع بعض الاصحاب؟ اكيد في اهداف مشتركه، في واحد من اهدافه ان هو يزداد علم، في واحد من اهدافه ان هو يدور عن موهبته ويضعها موضع التنفيذ كمهاره، في واحده في ذهنها انها تكون كاتبه او مؤلفه كتب او شاعره الى اخره، في واحد تاني عايز يكون مصمم جرافيك الى اخره، وفي واحد تاني عايز يتجه للعلم زي الاكتشافات والاختراعات والكلام الجميل ده. فده كله بيكون كلام جميل قوي، وبالتالي الصحبه لازم تتقسم، لازم تتوزع، ولازم اقف عندها وقفه. ليه؟ لان احيانا صحابنا اللي كانوا معانا في ابتدائي، صحابنا اللي كانوا معانا مثلا في اعدادي، صحابنا اللي كانوا معانا في ثانوي او في جامعه، قد يكون انا ماشي معاهم ومصاحبهم بدون اي استفاده منهم، وانا هنا لا اقصد الاستفاده الماديه ولا غيرها، انا اقصد هنا الاستفاده المعنويه، الاستفاده الايمانيه، الاستفاده التربويه، الاستفاده الاخلاقيه، الاستفاده التنمويه، الاستفاده اللي تقربني من ربنا سبحانه وتعالى، الاستفاده حتى اللي تعلمني في الدنيا حاجات مهمه. يبقى دي كلها نقاط لازم اركز عليها جدا مع اصحابي. طيب يمكن الندم اللي جه في القران كان الندم على الصاحب، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وعلشان كده سيدنا عبد الله بن رواحه كان في تنافس واضح جدا مع سيدنا ابو الدرداء. سيدنا ابو الدرداء كان لا زال مشركا، لسه مش مسلم. زميله او الانتيم بتاعه كان سيدنا عبد الله بن رواحه.
سيدنا عبد الله بن رواحة مصمم تصميم قوي وجازم وصريح، يعني تمام الإخلاص فيه إن سيدنا أبو الدرداء يدخل في الإسلام. فبدأ يدعو مرة واثنين وثلاثة لحد ما جه في مرة داخل على سيدنا أبو الدرداء فقال له على رسلك، يعني استنى إنني أغتسل. فقال ابن رواحة خيرا، تغتسل ليه؟ فقال لقد أسلمت، أنا أسلمت خلاص. فنال عبد الله بن رواحة اللي كان نفسه بصاحبه وأنتيمه يناله أبو الدرداء، فأسلم أبو الدرداء. ولكن حط عبارة مهمة جدا بتدل على مقياس الإيمان وقوته. أصل مقياس الإيمان أو الإيمان مش بيزيد بأن أنا سبقتك للإسلام وإحنا كلنا اتولدنا مسلمين، يعني بمعنى أن أنا سبقتك مثلا أن أنا رحت الجامع الأول أو أن أنا، لا. المقياس هنا يا جماعة مش باللي سبق، المقياس هنا عبرة بالقلوب، بالأعمال، بس بالقلوب. أنا ممكن أكون بصلي كل يوم 12 ركعة سنة بس مش بركز فيهم، مش بخشع، وغيري بيصلي 4 ركعات أو 5 ركعات ياخد ثواب أكتر مني، لأن الفرق في الخشوع والفرق في إحساس القلب بالإيمان. فعبد الله بن رواحة لما أبو الدرداء أسلم، أبو الدرداء نداله وحط كده عبارة يا ريت ننزلها النهاردة على الفيسبوك ونعرف كل الناس. قال له يا ابن رواحة، أبو الدرداء اللي بيقول لمين؟ لابن رواحة. قال له يا ابن رواحة سبقتني إلى الإسلام بأيام، أنت سبقتني للإسلام بإيه؟ بأيام. وسأسبقك أنا إلى الله بالأعمال، وأنا هسبقك لربنا بالإيه؟ بالأعمال. يا سلام على المعنى يا جماعة. أحلى حياة نستمتع بيها ونعيش جواها الحياة اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى، اللي فيها تنافس، اللي فيها كل يوم قبل ما انام لازم اصلي ركعتين، اللي فيها كل يوم لازم امسك المصحف واقرا بعض الايات، اللي فيها كل يوم ذكر لله سبحانه وتعالى. ما هو لو انا عرفت ربنا عز وجل كويس احبه، ولو انا حبيت ربنا سبحانه وتعالى اعبده، ولو انا عبدت ربنا سبحانه وتعالى اكثر من ذكره عز وجل. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك الذكر وكثرته ده بيرقق القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يوصي الصحابة جددوا إيمانكم. كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثر من قول لا إله إلا الله، وكان يقول أكثر من قول لا إله إلا الله تفلحوا. فبالتالي دي من علامات قوة الإيمان كثرة الذكر والإعانة عليه. يا ترى النهاردة كم قعدة مع أصحابنا قعدناها ذكرنا ربنا عز وجل فيها؟ كم قعدة قعدناها صلينا فيها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم قعدة قعدناها قلنا لحد من اللي موجودين يا ريت حد يقول لنا قصة عن النبي أو موقف أو خلق نتعلمه؟ وكم قعدة تانية قعدناها جبنا في سيرة ناس أو اتفقنا على معصية أو فكرنا في ذنب من الذنوب أو قعدنا قعدة يعني الشيطان كان مشاركنا فيها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن كل مجلس الإنسان بيقعده هيشهد عليه، وفي مجلس لما لا يذكر الله عز وجل فيه يكون عليهم حسرة، يعني يكون حسرة عليهم ان هم ما ذكروش ربنا سبحانه وتعالى في المجلس ده. وبالتالي عبد الله بن رواحة ابو الدرداء تنافس واضح جدا وقوي جدا من صحبة مؤمنة لتضع لنا مقياس الايمان. قال له سبقتني الى الاسلام بايام وسأسبقك انا الى الله بالاعمال. طيب خلصنا دي. تعدي الايام وسيدنا ابو الدرداء يموت. ولما سيدنا ابو الدرداء يموت يراه عبد الله بن رواحه رضي الله عنهما في المنام في رؤيا، فيرى قصرا في الجنه فيعجب ويذهل من عظمه هذا القصر. ايه القصر الجميل ده؟ ايه الملك العظيم ده؟ ايه ده كله؟ فيسال لمن هذا القصر؟ لمن هذا الملك؟ فيسمع من يقول له هذا الملك لعبد الرحمن ابن عوف. الملك ده لمين؟ لعبد الرحمن ابن عوف. فقال أو كل هذا الملك لعبد الرحمن ابن عوف؟ فيسمع قائلا يقول له فما بالك بما أعده الله لأبا الدرداء. طب ما بالك بقى باللي ربنا أعده لمين؟ لسيدنا أبو الدرداء. يبقى الصحبة دليل على قوة الإيمان. أجمل صحبة
اللي بيتعرفوا على بعض في بيت ربنا في المسجد. صدقني لو انت مش لاقي بتقول انا مش لاقي صحبة كويسة، صلي في المسجد كده، هتلاقي بعض الجيران وبعض الاصحاب بيصلوا في المسجد. ابدأوا تعرفوا على بعض. انتوا التقيتوا في بيت ربنا سبحانه وتعالى، وربنا اراد ان انتوا تتجمعوا في الوقت ده. في رسالة ربنا رايد يوصلها لكم، اعرفوها وحافظوا على اخوتكم وحافظوا على صحبتكم مع بعض علشان تعينوا بعض. رمضان جاي، دور على حد تنافسه، دور على حد تتنافس معاه في الخير وفي الطاعة. والله يعني هناخد كلمة سيدنا أنس بن النضر، لا يرين الله ما أصنع، محدش هيسبقنا ربنا سبحانه وتعالى. فده مقياس الصحبة. حاجة كمان من مقاييس الإيمان، صدق الاعتماد والتوكل على الله. إن أنا أكون عندي صدق واضح وتوكل صريح على الله عز وجل. وفي آية بقف قدامها كتير. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآية دي بتدفي، الآية دي بتطبطب على الواحد. احنا تعبانين من الدنيا، من الظروف، من الأحداث، في الشغل، وضيق ذات اليد، وحاجات كتير. فربنا بيطبطب عليك، خد بالأسباب واعمل اللي تقدر عليه، ولكن خلي عندك صدق في التوكل. وربنا عز وجل قال لك ما تقلقش من حاجة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه. إذا كان الله عز وجل بقوة إيمانك وقوة إيمانك، الله عز وجل حسيبك. الله عز وجل حسيبك. جميلة أوي. آية تانية، قال الله عز وجل: وما لنا ألا نتوكل على الله. هو ليه مش بنتوكل على الله؟ ليه مش واخدين بالنا؟ ليه مش مستوعبين؟ فصدق الاعتماد، التوكل، اللجوء إلى الله عز وجل من علامات قوة الإيمان. مهما زاد البلاء لا نيأس أبدا من رحمة الله، مهما على الظلم وطغى لا نيأس أبدا من رحمة الله. اعمل اللي عليك، خد بالأسباب، وربنا عز وجل هيدي لك اللي انت نفسك فيه وأكتر منه. سيدنا خالد بن الوليد بيعلمنا الدرس ده بوضوح. في مرة من المرات كان فيه قتال شديد بين المسلمين وبين الروم، والروم كانوا أعظم مملكة موجودة في الوقت ده من العدة والعتاد والعدد والجيش. سيدنا خالد بن الوليد يدخل إلى بلدة اسمها قنصرين من بلاد الروم، ويستمر حصاره للبلدة دي أكتر من 3 أيام، ولكن الحصن بتاع البلدة دي في منتهى القوة، مش عارفين نعدي، مش عارفين نكسب، مش عارفين نفوز. فسيدنا خالد يجمع الصحابة والجيش. طب يا جماعة نعمل ايه؟ طب مفيش حل. يجوا يعدوا الأسوار، اللي يبدأ يعدي الأسوار يضربوه بالأسهم. طب يجوا يحاولوا يعملوا أنفاق، يعني يحفروا حاجة زي النقب، مش قادرين. طب القصة ايه؟ فسيدنا خالد بن الوليد قعد مع نفسه كده لحظة تأمل، زي ما يكون بيقول كده: من الآخر احنا خدنا بكل الأسباب، أخذنا بكل الأسباب الأرضية، لم يبقى إلا مدد السماء، الله عز وجل، لم يبقى إلا النصر من عند الله، لن يبقى إلا تأييد الله عز وجل لنا. طب نعمل إيه؟ قال: أعطوني ورقة وقلم وسوف نرسل إليهم رسالة. هنبعت لملك الروم رسالة. فكتب في الرسالة إيه؟ قال: أين تذهبون منا؟ كتب هما جملتين: أين تذهبون منا؟ هتروح مننا فين؟ والله لو صعدتم إلى السماء، لو صعدتم إلى السماء، لو أنتوا طلعتوا السماء، لأصعدنا الله إليكم، ربنا هيطلعنا ليكم فوق، أو أمطركم علينا، تنزلوا علينا كده، أو أمطركم علينا وقاتلناكم وانتصرنا عليكم لنعلي كلمة الله. بصوا قوة اللي خلاص خدنا بكل نقدر عليه، لم يبقى إلا المدد من عند الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. مفيش يأس ولا إحباط، مهما زادت الظلم وطغى انسى، ربنا هينصرك. خد بالأسباب، اعمل اللي عليك. لو كل واحد دعا ربنا عز وجل، عمل اللي عليه، خد بكل الأسباب، لا محالة ربنا يأيدك، لا محالة ربنا ينصرك، لا محالة ربنا عز وجل يمدك بجنود لا نعلمها سبحانه وتعالى. فبعت رسالة واضحة
أين تذهبون منا؟ لو أصعدكم إلى الله إلى السماء لأصعدنا إليكم، لو صعدتم إلى السماء لأصعدنا الله إليكم، أو أمطركم علينا فقتلناكم فانتصرنا عليكم لتكون كلمة الله هي العليا. أول ما دخل الخطاب على ملك الروم قال لجنوده افتحوا الأبواب، افتحوا استسلموا. إيه ده إزاي؟ افتحوا الأبواب فلا طاقة لنا بهؤلاء. فكان النصر في هذا القتال دون قتال. قال لا، حدش قتل، مفيش سهم ضرب، مفيش منجنيق ضرب، مفيش مدفع أبدا، خدنا بكل الأسباب، وكان الله عز وجل اطلع على صدق نياتهم، فكان العون من الله واضحا، تأييد من الله لهم. حاجة كمان بتعلمنا قوة الإيمان وتأييد الله سبحانه وتعالى للعبد، سحرة فرعون اللي جابهم علشان يصطنعوا السحر، وهم في الآخر كانوا بيعتمدوا على إن هم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، إن هي تعابين وبتاع، ولكن كانوا بيستعملوا خراطيم وفيها نوع من أنواع الزئبق اللي بيقعد يتلاعب فيسحروا الناس، فالناس تظن إن دي حيات وثعالب. حتى سيدنا موسى لما ألقى العصا بتاعته خلاص، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. طب السحرة دولت، سحرة فرعون دولت، لما اتفق معاهم قالوا أئن لنا لأجرا، إحنا لنا أجر إن كنا نحن الغالبين، إحنا لنا فلوس، لنا مكافآت، لنا مناصب عندك، لو إحنا نجحنا في اللي بنعمله يعني إيه تكرمنا بقى ومكافآت وفلوس ومناصب وكل اللي أنت عايزه. قال لهم اللي أنتوا عايزينه من عناية موجود، كل حاجة موجودة. فبعد ما رموا العصي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، سيدنا موسى يلقي كله، خلاص خلصتوا اللي انتوا واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. ايه اللي حصل ده؟ امنوا. ايه ده؟ ده عرفوا الحق فين؟ ايه ده؟ ده قالوا الصدق. قال لا. ايه ده؟ بقى فيه نقطة بقى مهمة جدا، المدد من الله سبحانه وتعالى، التأييد من الله سبحانه وتعالى. فرعون قال لا انتوا فين؟ كلهم سابوه، كلهم تبرأوا. طب انا هديكوا اجر، هديكوا مناصب، انتوا ما تسيبونيش لوحدي. فقالوا، قال الله عز وجل على لسانهم ايه بقى؟ انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. يا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، أنت اللي كنت بتوزنا، أنت اللي كنت بتقول لنا، وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. تأييد من الله، استعن بالله ولا تعجز، خد بكل الأسباب عشان تنجح، عشان تحقق هدفك، عشان توصل اللي بتتمنيه، اللي بتحلمي بيه، اللي أنت نفسك فيه، من زوج صالح، من زوجة صالحة، من أولاد كويسين، من علم ينتفع به، من فايدة للأمة، من اختراع، من اكتشاف، من خبرة، من أخلاق، من معاملات، من إتقان. تأييد من الله عز وجل لك. طيب، يبقى الصحبة المؤمنة من مقاييس قوة الإيمان. الحاجة الثانية، تأييد من الله عز وجل، إن أنت تجد قلبك في ثقة كبيرة في الله عز وجل، لا تتحرك أبدا. خلي بالكم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا. إيه القصة؟ الأحزاب متجمعين ومفيش قوة ومفيش عدد، والصحابة كانوا بيقولوا إن إحنا كنا نخاف أن نقضي حاجاتنا، أنا خايفين نقضي الحاجة بتاعتنا لحد يقتلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يأتيني بخبر القوم، مين يروح اللي يجيب لي خبر الناس ويجي أضمن له العودة؟ محدش يقوم. طب مين يروح يجيب خبر القوم أضمن له إن هو يعود، أضمن له العودة ويكون معي في الجنة؟ محدش يقوم. هو الموضوع كان صعب، هو زلزله يا جماعة، الكلام ده كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي اللي كان بيقول له. فإحنا نفس بشرية، بيجي علينا أوقات يفطر الإيمان، بس مش لما يفطر الإيمان نضيع والشيطان يضحك علينا وياخدنا بعيد. الشيطان يعيدكم الفقر
هو يأمركم بالفحشاء. الشيطان هيوعدك دايما بالفقر، بالخوف، بالقلق، بالتوتر، بالإحباط، باليأس. ويأمركم بالفحشاء، يأمر، والله يعدكم منه مغفرة، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يبقى في فرق. فين التأييد؟ واضح ولا مش واضح؟ يبقى دي كلها نقاط محتاجة تدبر وتأمل، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا حذيفة، فقام حذيفة. حتى سيدنا حذيفة لما قام والجو كان برد جدا، قال: كأنني أمشي في حمام. في حمام يعني كأني باخد دوش دافي كده، مساج. يبقى إذا مهما استصعبنا الأمور، الله عز وجل كفيل بها. فإمتى المشكلة تزيد؟ لو إحنا كسلنا، أحبطنا، يئسنا أكتر. يبقى هي دي المشكلة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كل ما يحدث مقدر من الله، وإحنا كنا سبب فيه كلنا، في أي مكان، في أي دولة. كل واحد ياخد بالأسباب اللي عليه، كل واحد يغار من نفسه ويتحرك من جواه عشان ربنا عز وجل يغير البقية. إنما هنعتمد أصل كله بيعمل كده، والناس كلها بتعصي، وده أنا كويس أو إن أنا بعمل محصية، ده في غيري بيعمل كذا. لأن دايما القلة في القرآن هي المؤثرين، وقليل من عبادي الشاكرين. إنما القثرة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، ولا تجد أكثرهم شاكرين، ثلة من وقليل من الآخرين. يبقى احنا عايزين ناخد بالنا أن تأييد الله عز وجل وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى مهما تكبلت الأمور والظروف، فنحن نستعين بالله عز وجل. طيب، من ضمن المقاييس المهمة جدا النهاردة كلمنا عن الصحبة ثم التأييد من الله. الحاجة الثالثة، مين مننا يبيع نفسه ربنا سبحانه وتعالى؟ مين مننا يبيع نفسه؟ محمد بن الحنفية بيقول: أنفس هو خالقها، وأموال هو رازقها، ثم يعطينا الجنة نعمة الصفقة الرابحة. واحد الصالحين يقول: إن الله خلقكم للجنة فلا تبيعوها إلا بها. اوعى تبيع نفسك إلا تمنك الجنة، تمنك الجنة، مش أي حاجة تانية، لا دنيا ولا مسلسلات ولا، تمنك الجنة، لا تبيعوها إلا بها. طبعا أنا كل شوية سامحوني يعني أخد بق ينسوني، تفضلوا معنا يعني، عشان طبعا عندي برد شوية شديد وزوري بقى تعبان، فسامحوني، ادعوا لي بالشفاء يعني، أسألكم الدعاء. طيب، إن الإنسان يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى، خلي بالكم الله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما هو أموالنا مش بتاعتنا، ونفسنا مش بتاعتنا، ودنا الجنة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما سمع الآية بكى. ليه بكيت يا أبو بكر؟ لأن ربنا بيشتري مننا نفسنا ودنا الثمن اللي هو الجنة. فسيدنا أبو بكر حينما بكى قال: علم الله بخلنا فأعطانا الجنة. ما هو المفروض اصلا ان انا بايع نفسي لله سبحانه وتعالى من غير ثمن اساسا، بس ربنا عارف ان احنا يعني بخلة فوعدنا بالجنه، فلما تبيع تملك الجنه. ربنا عز وجل كمان بيقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. طيب، قضيه ان انا ابيع نفسي لله سبحانه وتعالى بمعنى اصح كده، انا وقف لله، انا وقف لله. عارفين المصحف المكتوب عليه وقف لله؟ انت كده، انت المفروض كمسلم انت وقف لله عز وجل، انت بايع نفسك. بايع نفس الايه؟ بايع نفس ربنا سبحانه وتعالى. ان يجدوني الله حيث امرني، يفتقدوني حيث نهاني، ان انا على قد ما اقدر ابعد عن المعصيه ومسبباتها، على قد ما اقدر ان انا احاول يكون لي صحبه كويسه ولي مجالات في العلم وفي غيره، بدل ما احنا كل العلوم اللي عندنا او العلم اللي بيجي لنا لازم يجي من الخارج لا، لازم اكمل. نصيحتي لكل واحد: انت خلصت بكالوريوس او ليسانس، كمل ماجستير، كمل دكتوراه. احنا عايزين علماء، عايزين ناس عندها، كل ما علمك هيزيد كل ما تقرب من ربنا اكتر. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فالرفع هنا للذين اوتوا العلم، كل ما هنتعلم اكتر هنفيد الامه اكتر، هنفرح بينا النبي صلى الله عليه وسلم اكتر، وربنا عز وجل يقربنا منه اكتر ويرضى عننا سبحانه وتعالى. طيب، من ضمن الايه طبعا نزلت: ربح البيع أبا يحيى لما سيدنا صهيب الرومي ترك كل شيء وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ربح البيع أبا يحيى.
الأمر الثاني الخنساء. الخنساء أخوها صخر مات، وخدنا الكلام ده في الشعر الجاهلي بقى زمان. لما الخنساء أخوها مات صخر، ظلت تبكي طول أيامها وأوقاتها، عمالة تبكي 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 تبكي، حاجة يعني غير عادية، بكاء ليل ونهار على أخوها اللي مات. وكانت بتقول إيه؟ ولولا كثرة الباكين من حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لولا إن في ناس تانية ماتوا وإخواتهم بيبكوا عليهم كان زماني قتلت نفسي. بصوا للدرجة دي، يعني تقطع ملابسها وتصرخ وتبكي و و و و يوم واثنين وثلاثة وعشرة، وتقول لولا كثرة الباكين من حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ما هو كلهم بيعاطوا زيي، لو ما كانوش بيعاطوا زيي كنت قتلت نفسي. طب يا خنساء انت كنت لسه على الشرك في الوقت ده، ودي وجهة نظرك، عمالة تبكي على أخوكي وعايزة تموتي نفسك علشان تلحقي بيه، مش قادرة تعيشي من غيره. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الخنساء اسلمت. فلما الخنساء اسلمت الحياة اختلفت. كان عندها 4 من الاولاد، فذهبت بهم الى سيدنا سعد بن ابي وقاص في معركة القادسية، معركة من اعظم معارك الاسلام، 4. ثم قالت لاولادها امام سعد: انكم اسلمتم طائعين، انتوا اسلمتوا برضاكم، وهاجرتم مختارين، انتوا اخترتوا تهاجروا، والدار العاقبة خير من الدار الفانية. الدار الآخرة خير من الدار الفانية اللي هي الدنيا. فإنني أدعو الله عز وجل أن تكونوا شهداء. ده انت عيطت على واحد اللي هو أخوكي سنين وأيام، اشمعنى انتوا قلبتوا الموضوع؟ الدنيا اتحركت الناحية التانية، وجايبة أولادك الأربعة تقول لسيدنا سعد: أنا جايباهم هم وقفوا لله عز وجل. دول وقف لله عز وجل، ويدخلوا الأربعة المعركة ويبلوا فيها بلاء حسنا، حتى يأتي الخبر فيحتار المسلمين في نقل الخبر. يحتاروا يعني ايه؟ محدش عايز يروح يقول لها. طب كم واحد مات من الأربعة؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا الأربعة؟ فلما راحوا لها الأربعة ماتوا، فقالت: لقد مات أولادك الأربعة، الأربعة ماتوا. طبعا مستنيين رد فعلها، في ناس مستنيين طب هتعمل ايه؟ ده كانت بتبكي على أخوها، أمال دول أربعة ودول أولادها وفلذات أكبادها. لقد مات أولادك الأربعة. فتفاجأوا برد غريب، قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأدعو الله أن يلحقني بهم على خير. الله، الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأدعو الله أن يلحقني بهم على خير. الثبات، الإيمان، الإخلاص، مقاييس واضحة. يا ترى كم واحد لما بيجي له شوية ابتلاء أو مرض بيأس، يحبط، يقول أنا دعيت ربنا كتير ما بيستجبليش، ييأس من رحمة ربنا أو من روح الله عز وجل، يحبط من الحياة ويكتئب، يترك ما يفعله ظنا إن هو كده الصح والأمور ملخبطة. أبدا، مهما كان لا تنسى أبدا إن ربنا سبحانه وتعالى لا ينساك. قال الله عز وجل: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. ما تنساش أبدا إن ربنا لا ينسى، مهما تشتكي وتحكي ربنا أعلم سبحانه وتعالى. الحاجة الأخيرة النهاردة في كلامنا من مقاييس الإيمان الانتصار على الكبر والغرور. ان ازاي الواحد ينتصر على الكبر والغرور اللي بيظهروا فيه؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ده انسان متكبر. الانسان المتكبر يحرم على الجنة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
فبالتالي الإنسان المغرور بيتكبر، خدته نفسه. طب ليه الإنسان بيغتر؟ خلي بالكوا، الإنسان يغتر أو يبقى مغرور ممكن لكثرة المال، للنسب، نسبه للسلطة والمناصب، ممكن يغتر عشان يعالج عقدة النقص اللي عنده فبيدعي أنه عنده، ممكن يغتر لأنه ضعيف الشخصية فهو عايز يبقى مغرور ويعني كده علشان يداري على المشكلة اللي عنده. العلم قد يكون سبب للغرور، في ناس عندها علم اغترت بعلمها، ولذلك ربنا عز وجل يقول سبحانه وتعالى وأضله الله على علم، على علم هو عارف. فالكبر والغرور ملوش مكان في القلب المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده مش هيدخل الجنة اللي في قلبه ذرة كبر. يبقى إذن القلب المؤمن هو اللي بيدخل الجنة. طب لما يدخل عليه ذرة كبر لازم أتعالج منها، لازم ألحقني، لازم أكثر من الدعاء بالإخلاص، لازم أكسر نفسي، لازم المدح والذم يبقوا عندي زي بعض، مش ناس تمدحني أنا الدنيا حلوة قوي، الناس قالت لي حاجة تانية خلاص لا مش هكمل. لا، استواء المدح والذم من علامات الإخلاص ومن علامات قبول العمل. في مرة من المرات سهيل بن عمرو، وكان من أذكى أذكياء مكة، وكان معاه أبو سفيان. سهيل بن عمرو ومعاه أبو سفيان، فكانوا رايحين على مجلس، يقعدوا في مجلس سيدنا عمر بن الخطاب. فسيدنا عمر دخل عليه سيدنا صهيب فاستأذن، صهيب الرومي استأذن فدخله، سيدنا سلمان الفارسي دخله، سيدنا بلال دخله. فكل دولة المفروض في بلادهم مش من سادة مكة، لأن يعني ده صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وكلهم فقراء، ما كانش حد منهم غني. فيستأذن يأذن لعمر، يستأذن يأذن لعمر، يستأذن يأذن لعمر. فأبو سفيان اتغاظ، إيه اللي عمر بيعمله ده؟ هو مش عارف إن أنا أبو سفيان صاحب المال والسلطة والمنصب والجاه، وأنا اللي هنا واللي هناك، وأنا مش حد زيي؟ إيه اللي هو بيعمله ده؟ إزاي أنا ما يدخلنيش؟ فاتضايق جدا أبو سفيان وقال كيف أحبس على باب عمر؟ إزاي أتحبس وما أدخلش في مجلس عمر؟ إزاي؟ إزاي أحبس على باب عمر؟ فسهل سهيل بن عمرو رد عليه، بس كان رده جميل قوي. قال يا أبو سفيان، يا أبا سفيان، لا تجزع، ما تتضايقش من أننا حبسنا على باب عمر، المرة الجاية ندخل، ولكن ما أخشاه أن نحبس عن باب الجنة. اللي أنا خايف منه بكبريائنا أو غرورنا أن إحنا وما دخلناش، إزاي أن نحبس على باب الجنة. خلي بالكوا يا جماعة، الدنيا دي ماشية وإحنا كلنا ماشيين، لازم نفوق لنفسنا. لو الكبر كان بينفع كان استمر هارون وهامان، استمر قارون بماله وهامان بسلطانه وفرعون بجبروته، لو ده ينفع. انما في النهاية كلنا رايحين لربنا عز وجل فرادى، وكل آتيه يوم القيامة فردا، لكل امرئ يومئذ منهم شأن يغنيه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. ايه الموضوع؟ ان احنا نلحق نفسنا. ولذلك سهيل بن عمرو كان بيقول دعاهم الى الاسلام فاجابوا، ودعينا فتأخرنا. احنا تأخرنا، فبيعلمنا الدرس. لو انت معجب بكثرة قيامك لليل افتكر ان انت عندك ذنوب، وافتكر ان انت ممكن ما تكونش مخلص، وافتكر كذا وكذا وكذا وكذا. لما تشوف واحد بيعصي ربنا عز وجل ما تقولش انا احسن منه، ده بيعصي ربنا، لانه كان ممكن تكون سبب ان هو بيعصي، ممكن يتوب توبة نصوحة احسن من توبتك، وممكن ربنا عز وجل يعافيه فيتوب ويبتليك فتعصي. ولعل والقصة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا عنها قصة مشهورة ومهمة جدا، لما كان اثنين اخوات بيعبدوا، اثنين اخوات في نفس البيت، واحد في الدور الثاني واحد في الدور الاول، اللي في الدور الاول كان دائما يعصي الله عز وجل، واللي في الدور الثاني كان كثير العبادة، وكان كل اللي فوق كل شوية ينصح اللي تحت ما تعصيش ما تعصيش ما تعصيش،
وكان يعصي. فجيه في يوم الشخص اللي فوق عاوز ينزل يتعلم المعصية من أخوه اللي تحت، إزاي يعصي ربنا ونال شهواتي واللي تحت ربنا رزق الهداية في قلبه، فقال أنا هطلع أتعلم من أخويا التوبة والاستغفار. ده طالع يتعلم التوبة وهو عاصي، وده طائع نازل يتعلم المعصية، فالاثنين التقوا على السلم ماتوا. لما الاثنين حينما مات بعث على نياتهم، فحشر العاصي بنية التوبة وحشر الطائع بنية المعصية، فلا تغتر. ولذلك ربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي، يقول وعزتي وجلالي ما من عبد، الحديث ده لازم يكتب ويحفظ، وعزتي وجلالي ما من عبد آثر هواي على هواه، آثر هواي على هواه إلا واحد أقللت له همومه، أقللت له همومه، النكد والتعب والضيق أقللت له همومه، ارجع وخبط على باب الملك قل أنا آسف أقللت له همومه. اتنين، جمعت له ضيعته، اديته اللي هو نفسه فيه، الورق اللي كان بقاله 5 سنين مش عايز يخلص وكان بيخلص في يوم خلص، والامور المكركبه والظروف ربنا يوفقك، جمعت له ضيعته، يديك اللي انت عايزه. ثلاثة، جعلت الغنى بين عينيه، ربنا يجعلك كده غني، غني النفس والقلب والمال كمان، الناس تحس فيك بالعفة بالنقاء بالإخلاص بالقبول، ولك وشه كده فيه قبول. ثلاثة، جعل غناه بين عينيه. أربعة، نزع الفقر من قلبه، ينزع الفقر من القلب. خلي بالكم الفقر فقر قلوب، في ناس مليونيرات ولكن قلبهم فقير مع ربنا، فدايما حاسس انه محروم ودايما مش مستريح ودايما قلبه وجعه، ونزعت الفقر من قلبه. خمسة، وكنت مستجاره من وراء كل فاجر، اي حد نوى يظلمه نوى يتعبه نوى يفتر عليه انا اللي هجيب له حقه سبحانه وتعالى. من آثر هواي على هواه الا اقللت له همومه، جمعت له ضيعته، جعلت الغنى بين عينيه، نزعت الفقر من قلبه، كنت مستجاره من وراء كل فاجر. سيدنا خبيب بن عدي بيضرب لنا مثل، شارك في غزوة بدر سيدنا خبيب بن عدي، وسيدنا عاصم بن ثابت أرسله إلى مكان ما، سيدنا خبيب بن عدي أرسل إلى مكان ما ناحية مكة، فكان معاه مجموعة من الصحابة زي سيدنا زيد بن الدثنة ومرثد بن أبي مرثد، كانوا معاه، فحصرهم المشركين وقتلوا الناس اللي موجودين معاه، حصرهم أكتر من 100 واحد، فقتلوا الناس اللي معاهم، واتبقى مرثد واتبقى زيد واتبقى خبيب بن عدي. فعرضوا عليهم المشركين ان هم ينزلوا في جوارهم، يعني انزل تعالوا عندنا وهنحميكم، فرفض خبيب ان ينزل في جوارهم، ابدا انا مش موافق. مرثد ابن ابي المرثد حاول يهرب، مرثد ابن ابي مرثد حاول يهرب، الصحابي حاول يهرب فقتلوه. ثم بعد ذلك جاءوا الى زيد بن الدثنة وقتلوه وصلبوه وعلقوه أمام مين؟ أمام خبيب بن عدي. فسيدنا خبيب لما شاف ده قدامه بدأوا يراوضوه، ها ترجع عن دينك ونسيبك؟ لا، فقال لهم أنا عندي طلب، قبل ما تقتلوني أصلي ركعتين. كان أول واحد يستني سنة في الإسلام إن هو يصلي ركعتين قبل أن يعدم، فصلى ركعتين وقال والله لم أطل فيهما خشية أن تفهموا أنني أخاف الموت. ثم أبو سفيان سأله قال له لو أتكون آمنا بين أهلك ومحمد مكانك، نفس الكلام اللي قاله سيدنا زيد قبل كده، قال والله ما أحب أن أكون آمنا بين أهلي وزوجي ومالي وولدي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك شوكة واحدة. فتعجب وقال ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقتلوه وصلبوه وعلقوه. فأرسل عاصم بن ثابت 2 من الصحابة، الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو، عشان يجيبوه، فراحوا فكوه من على المكان اللي علق عليه واتصلب عليه، فجابوه وهم جايبينه على الحصان بتاعهم وجايين بيه، المشركين هجموا عليهم فتركوه لأنه ما يدروش ياخدوه معاهم فتركوه، فحاول المشركين أن يأخذوه فابتلعته الأرض وسمي بليع الأرض. ربنا نجاه وأنقذه. قوة الإيمان، أختم بقى،
هختم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته. في الآخرة ربنا عز وجل يرفع الذرية، الأولاد والأقارب، من الإنسان المؤمن في درجته، وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم اكتلى قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. بشرى جميلة، ندعي البعض ونحافظ على بعض علشان إن شاء الله نحشر مع بعض. وتذكرة قال تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دع قلبي عن هواك.